سقف التوقعات وتدعم اللاعبين. الكل يحلم ويتمنى ان تسير الامور لصالحه. مع ضربه البدايه تبدا المعارك في الميدان، تبدا الاثاره في المستطيل الاخضر. يلا جول. هذا يقول لك السهل الممتنع، استغلال الفرص، استغلال المساحات بدون اي مجال للاستعراض. الكرة بشكل رائع في اللقطة الماضية. احرزوا الهدف الاول في توقيت مبكر. يا سلام على التمرير، خطير الكرة. يا سلام على هذا الانهاء، يا سلام على هذه الفرحة. الكرة يا جماعة شغفها وجنونها، يفعلها ولا يتوقف. الآن أصبح رصيده 20 هدف. لا يمكن تحمل ارتكاب الأخطاء في هذا المكان من الملعب. هنا تعرض الدفاع الخطأ، تكشف المدافعين، تجعلهم صراحة في موقف صعب. هدفين مقابل لا شيء، واضح جدا للجميع بصراحة مجريات هذه المباراة. تقريبا يمكن القول أنها في اتجاه واحد. هويلاند حارس يتألق مثل الأسد اللي ينجح في الدفاع عن عرينة. يا لها من كرة ويا له من تألق ويا له من الحارس. يبحث عن المهاجم فيليبو إنزاكي باريو. يا سلام على الفرصة، يعيشون اوقات رائعة الان. هدفين متتاليين في فترة وجيزة جدا. تحرك في منتهى الروعة، راوغ المدافعين وكأنه لا يرى احدا في طريقه. سيطرة تامة على مجريات اللقاء الآن. تمريرة جميلة، يستقبل كرة في وضعية ممتازة، والفرصة خطيرة. يبعدها عن مناطق الخطورة. الكرة ملعوبة من مسافة. تمريرة جميلة الآن. لا تسألني كيف ضاعت، لا أعرف كيف ضاع الفريق هذه الفرصة المتاحة. شيء غريب، شيء خيالي بصراحة. هجمة كانت عبارة عن هدف محقق ولكنها ضاعت. والبينية تبحث عن المطلب. إنزاغي، إنزاغي إلى خارج المرمى. إنزاغي التصدي ولا اروع من حارس المرمى. كان في مكان خطير جدا امام المرمى، الكل ينتظر الهدف من هذه المسافه لكنه ضيعها بطريقه غريبه جدا.
عنده حلول كثيرة لهذه الركلية بسبب أفضلية الطول. يلعبوا ركلية قصيرة. أوديغارد مولر تألق عادي من الدفاع في مباراة اليوم. حلول كثيرة كانت متاحة في هذه اللعبة، لقد كان بالإمكان أفضل مما كان. ضاعت فرصة متاحة وخطيرة جدا. يفضل إعادة الكرة إلى الخلف. تغيير لاعب على الأجناب. بينية بكل ثقة يقطع الكرة. يا إلهي، هدف النيران الصديقة. سجلوا الهدف رغم أن الحظ نعم كان معهم كثيرا في هذا. هل تمر الكرة؟ لمسة بينية. يا لها من فرصة والكرة في الشباك. الله، ما أروع هذه اللقطة. ما أجمل هذا الهدف، ما أجمل هذه الفرحة، ما أجمل هذه الاحتفالات. رجل الساعة، رجل الملعب، رجل المباراة وصاحب الهاتريك. لا نلومهم صراحة على تسجيل أهداف وعلى توسيع الفارق بهذا الشكل الكبير جدا. فرق كبير صراحة في المستوى بين الفريقين ونتيجة واضحة للجميع. يضرب الثلاثية، يضرب الهاتريك في مباراة اليوم. مباراة للتاريخ هنا صراحة، مباراة للتاريخ. هذه مباراة لن ينساها. يتلاعب الجميع في الميدان. هذا الحريف هويلاند كان ممكن نشوف الهدف السادس هنا. قدرة غير عادية في المرتدات بأقل عدد من صافرة الحكم تنطلق وتعلن نهاية الشوط الأول. تستأنف المباراة بركلة البداية للشوط الثاني. كرة إلى الأمام، اللاعب يستلم الكرة. كان عليه التصرف بشكل مختلف هنا. ربما في المرة القادمة يتعلم من الدرس إذا كان هنالك مرة قادمة. وصافرة توقف اللاعب وتعلن عن وجود مخالفة. راحت بعيدة هذه المرة. بإمكانه إبعاد الكرة. يحاول تمريرها من بين المدافعين. يلعب كرة بينية. تقف الهجمة هنا، تنتهي الأمور. ما الذي حدث هنا؟ تمكن من المرور. خطيرة هنا والكرة في المرمى. يا إلهي، روعة روعة روعة. يحدث الآن هو عبارة عن سحب المنافس. الخصم لا شيء في هذه الدقائق. شاسع في المستوى على أرضية الميدان. ما يحدث هنا خروج بصراحة عن مألوف. سيطرة مطلقة على الملعب وتحكم تام في مجريات اللعب، والنتيجة هي اللي تتحدث. Thank you.
300 يلعبها لمنطقة الخطر، يحاول إيصال كرة إلى الأمام لكن كرة خاطئة، يمكن يسجل. شباك نظيفة، براعة حارس مرمى، تألق حارس مرمى. يا إلهي، فرصة لا تعوض، أخشى عليه أن يندم بعد أن رضع أسهل فرصة في المباراة. والآن حان وقت التوقف الأول مع إجراء تغيير. عادت الكرة، هذه فرصة جول. رحماني يشتت الكرة، يحاول أن يلعب كرة بينية. الآن فرصة الهجوم معاكس، الهجوم تحول الآن إلى الجهة الأخرى. يا سلام على حضور رائع جدا، الأمور لا تخرج عن السيطرة، مباراة من جانب واحد تقريبا، سيطرة مطلقة على الملعب. استسلام تام في أرضية الملعب، يرفعون المنديل الأبيض في مباراة للنسيان بالتأكيد. نشوف الليلة مباراة تلعب من طرف واحد، أعتقد الآن كل اللاعب يفكر متى ستنطلق صافرة النهائي. يا إلهي، سوبر هاتريك، رباعية في مباراة اليوم. يبحث عن المهاجم، البينية حلوة الآن، يحاول فك شفرة دفاع الفريق. نشوف الفرصة، يثير الحماس. من يوقف ماكينة التسجيل؟ هل يرحمون الخصم بعد هذه الأهداف أم هناك المزيد؟ سحق تام الخصم إلى أحمر، يستمرون في تسجيل أهداف هدف بعد آخر. قوة كبيرة، فرق كبير بين الفريقين. يا إلهي، هاتريك جميل، هذا الهاتريك اللي يؤكد القيمة نجومية هذا الموهوب. أداء رائع، استمرارية في الأداء الجميل، حسم أمام المرمى، مصدر خطر لأي دفاع. في مكان خطير، يمر ويلعب كرة بينية. ضاعت الفرصة على الفريق بسبب غياب الحسم في الأمام، مثل هذه الكرات كانت تحتاج إلى، والحكم يشير إلى مخالفة الآن. ربما كان يستحق البطاقة لكن الحكم اختار إهدار شفة إلى اللاعب. جميلة، لديه حلول كثيرة الآن، بلعب خطيرة، ويلان، تسديدة بعيدة جدا، هجمة تذكر بجودة الفريق وقدرته على نقل هجمة في ثواني بسيطة. في الأخير انهارت بسبب رعون عند المهاجمين. يلعبها في المساحة، ينجح في بعثها عن مناطق الخطورة. يا لها من مراوغة، فرصة خطيرة الآن.